أعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لهذا التقرير اللي نستعرض فيه هذا الإنجاز وأرجع لحضراتكم تاني. نجح قطاع تنس الطاولة بالنادي الأهلي في الهيمنة على كافة البطولات المحلية سواء على صعيد البراعم أو الناشئين أو الشباب، وهو ما يدل على نجاح السياسة التي ينتهجها مسؤولو القلعة الحمراء في المحافظة على النتائج الرائعة التي يحققها القطاع على مستوى الرجال أو السيدات. وحصل المارد الأحمر على المركز الأول لجميع المراحل العمرية في بطولة منطقة القاهرة للفرق، كما حصد الفريق المركز الأول في بطولة الجمهورية بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك والحصول على الكؤوس الثمانية للبطولة والتتويج بثماني ميداليات ذهبية. وعلى صعيد الفردي حققت ملك طارق ذهبية بطولة الجمهورية للبراعم تحت 12 سنة برأس البر، وهو ما كرره زميلها بالنادي يوسف أحمد بعد حصوله على المركز الأول في نفس البطولة، فيما حصل ياسين ياسر على ذهبية بطولة الجمهورية للناشئين تحت 15 سنة برأس البر أيضا، قبل أن يفوز زميله مروان جمال بذهبية بطولة الجمهورية تحت 18 سنة والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي. وبالنظر لنجمة الأهلي والتي خطفت الأضواء عقب فوزها بذهبية بطولة الجمهورية تحت 15 سنة، إضافة إلى تتويجها بذهبية بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، كما أنها حافظت على ذهبية بطولة الجمهورية للكبار للفردي بعد فوزها على زميلتها بالنادي مريم الهضيبي. يمتلك الشياطين الحمر كتيبة عامرة بالأسماء سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وذلك في منافسات الرجال أو السيدات أيضاً.